مصر. كابتن ايمن برحب بحضرتك طبعا من جديد، وبرحب بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي، وبرحب ايضا بكل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. الف مبروك طبعا فوز النادي الاهلي بالميداليه البرونزيه في كاس العالم للانديه من هذه النسخه. طبعا اداء رائع جدا من النادي الاهلي واللعيبه، يعني اكيد شفنا مباراه قويه جدا، ولكن بعد المباراه اكيد يعني بنتطرق للاعضاء هنا في فرع الشيخ زايد. الف مبروك طبعا الفوز، تحب تقول ايه وشفت المباراة ازاي؟ الحمد لله على المكسب، احنا قدرنا نستغل في اخطاء مدافعين اوراوا، والحمد لله احنا كنا كويسين النهاردة، ومبروك لكل جماهير الاهلي. الف مبروك طبعا لكل جماهير الاهلي. يعني شفت مباراة النهاردة ازاي، وشايف مين يستحق كمان مان اوف ذا ماتش؟ مان اوف ذا ماتش الفرقة كلها ما شاء الله. مارس الكرة عمل ماتش كويس جدا، اللعيبة أدت أداء عالي جدا، أضافوا تاريخ جديد للنادي الأهلي. طبعا ده مش جديد خالص على النادي الأهلي الحمد لله، وفرحة كبيرة عارمة طبعا. وشكو حلو كالعادة، أنتوا المجموعة الكبيرة الجميلة ديت. مبروك الكابتن أيمن، نقلتوا طبعا حب الفانيلة الحمراء للجيل الجديد، حطيتوا فيهم مسؤولية كبيرة، وألف مليون مبروك للنادي الأهلي والمصر كلها، وإن شاء الله بإذن الله القادم أفضل بإذن الله تعالى. الف مبروك طبعا لنادي الاهلي. النهارده شفنا مباراه قويه جدا من اول دقيقه الحقيقه لاخر دقيقه. شفت النهارده اداء لعيبه النادي الاهلي ازاي؟ هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي طول عمره، هو كده نادي الاهلي، نادي البطولات، نادي الانتصارات، نادي كل حاجه. نادي الاهلي ده فريق ملوش زيه خالص في الدنيا كلها. احنا بنعشق النادي الاهلي من صغرنا، والنادي الاهلي ده يعني حياتنا وروحنا. وده الراجل قدمه ماتش النهارده ما نقولش، يعني هو دلوقتي الاهلي يعتبر هو الفريق الاول في البطوله دي. يعني لو جيت حسبت يبقى هو كان هو حق من مع مانشستر سيتي في الماتش ده. هو ده الاهلي يا جماعه، ولازم والف الف مبروك ليكم يا رب. وانا بدي الماتش ده للكابتن شريف عبد المنعم لان انا بحبه جدا جدا جدا. طبعا ميداليه برونزيه اكيد مهمه جدا لكل جماهيرنا جمهور النادي الاهلي العظيم. شفت النهارده اداء النهارده النادي الاهلي ازاي؟ لا، علي معلول كان جامد النهارده، وجاب كوره في التسعين جامده جدا، و مبروك لجماهير النادي الاهلي، وان شاء الله نبقى المره الجايه ناخد الدور الاول. اولا مبروك لكل اللعيبه ومجلس الاداره والجهاز الفني، وان شاء الله ان شاء الله النسخه الجايه نحقق البطوله. ما نزعلش، الحلم لسه ما ضاعش، والامل لسه موجود. و الف مبروك، اهلا وافتخر. وان شاء الله الف مبروك طبعا للنادي الاهلي. شفت النهارده طبعا يعني علي معلول يجدد سنتين، علي معلول يلعب سنتين، علي معلول ملك الحلول. ومبروك الف مبروك للاهلي، ومبروك للبرونزيه الرابعه. شكرا وشكرا ليك وشكرا. الف مبروك طبعا للنادي الاهلي، النهارده اداء قوي جدا ومشرف من اللعيبه. مين يستحق يكون رجل المباراه؟ هو رجل المباراه طبعا علي معلول بدون نازع خالص. بجد برافو بجد على اللعيبه كلها، النهارده ادت اداء عالمي. ما كانش يعني ما بيطلعش زي كل مره، بس النهارده الحمد لله قدرنا ان احنا نحقق فوز مهم جدا. وبجد انا بشكر لكل اللعيبه والاداره والجهاز الفني كله، النهارده عمل ماتش تحفه النهارده. وبحب اشكر النادي الاهلي كله ان هو بيفرحنا دايما وكل دايما على نجاح ونجاح كتير. الف مبروك للنادي الاهلي النهارده. شفت الماتش ازاي؟ طبعا الماتش كان يعني احنا اتعادلنا في الاول، بس يعني ده عاده النادي الاهلي دايما هيفرحنا ومستحيل يخذلنا ولا مره. وكل مره بنبقى يعني شايفين الاهلي بعيد، وخساره النادي الاهلي من فلومينينس طبعا خلتنا كلنا زعلانين جدا، ولكن هو ده النادي الاهلي ودايما بيفرحنا وعمره ما يخذلنا. هو ده النادي الاهلي طبعا. الف مبروك للنادي الاهلي، مباراه قويه جدا، شفتيها ازاي؟ بحب الاهلي جدا، وبجد مبروك على الاهلي خد اربعه. نفسي اشكر صحابي كمان الاربعه دول، يا رب ان شاء الله فايزين، انا بحبهم. يا رب ان شاء الله الشناوي وعلي معرور وكهربا وعلى شوريه، يا رب ان شاء الله افرح بهم، يا رب يا رب افرح بصحابي. الف مبروك طبعا للنادي الاهلي اكيد. كابتن ايمن بجد شفت الفرحه موجوده هنا في فرع النادي الاهلي الشيخ زايد، موجوده في كل مكان طبعا. الف مبروك مره ثانيه وعوده ليك يا كابتن.